بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نقدم لكم واحدة تحفة بسيطة إن شاء الله تعجبكم. عندنا هذا القماش برتقالي، وعندنا طرف قماش أخضر صغير من هذا الطرف القماش الأخضر، اي قماش اخضر، مهم اخضر زي الحشيش، ربع سنتيمتر، وهكا عندنا 5 سنتيمتر، ربع منا وخمسة منا سنتيمتر، وهذا عندنا 8 منا هكا في العرض، ومن هنا 13 سنتيمتر. عندنا لوات، عندنا إبرة وخيط، وعندنا شوية كوتون بيج، خيط برك تاع كوتون بيج، حزميم هكا، حزميم ديري بهذا الشكل، خيط كوتون خشين، هذا بيج كوتون، وعندنا هذا الورد، نحتاجو هكا وحدة نقصوها. استنى القصة صح، هذا يرى هذا الشكل، نحكم ونديرو هكذا، طبقوه ونخيطوه، خيطوه بالإبرة والخيط، قلبها هكذا. هكذا هكذا نجيبوا هذا، نستعملوا هك مثل قرطاس، نديرو قرطاس هاك، نديرو نلصقوه، نحطو
النحو هذا الزايد هكذا، نجيبوا لوات، نجيبوا الطرف برك مثل هذا الطرف، دخلوه لهنا يعود كلي كورني تاع كريم، ندخلوه هنا نزيدو شويه نزيدو شويه لوات ونحزموه الخيط قصوا شويه زيت هكذا نجيبوا هذا الطرف الاخضر هكذا قصوا هكذا لصقوا باللاصق هنا هنا هك هذا الخياطة هذي نديروها من لورا عندنا هذا الصوف ثاني لصقوه نقصوا هنا لصقوا هذه الورطة هنا عاد جزرة
لهنا عاد شجره ودوكا نزيد نخدم اخرين ونوريهم لكم في الاخير كيفاش يطلعوا. ان شاء الله يعجبوكم. بسم الله. بعد ما كملناهم هذا من الزرديه